حجة الحدث الخارق, The Purely Anomalous Event Argument. في طريقة تانية لإظهار أن الاعتقاد في المعجزات غير عقلاني, أو بصورة أخرى إثبات أنه دايماً من غير المنطقي الاعتقاد أن حدث ما مصدره مسبب سماوي خارج عن قوانين الطبيعة. الحجة من الممكن صياغتها بالصورة دي: واحد, لأي حدث أن يكون معجز لابد أن يكون خارق anomalous ومسبب بقوة سماوية divinely caused. 2, الحدث الخارق هو الغير مسبب بقوة طبيعية باستخدام قواها المكفولة بالطبيعة. 3, لكن بمجرد أن نستنتج أن هناك فعل خارق بهذه الصورة لابد أن نعتبر طريقتين لتفسير حدوثه, إما أنه كان مسبب عن طريق كائن علوي خارق عن قوى الطبيعة, أو أنه غير مسبب بالمرة. 4, أنه دائما من العقلاني أن نستنتج أن حدث خارق ليس له سبب بدلا من أن يكون مسبب بكائن خارج عن الطبيعة. 5, إذن من غير العقلاني دائما الاعتقاد أن حدث خارق مسبب بقوى علوية خارقة عن الطبيعة. 6, وبالتالي من المنطقي دايما عدم الاعتقاد في وجود المعجزات. الفرضية اللي عادة ما بتلاقي الكثير من النقد في الجدلية هي الفرضية الرابعة: ليه من المنطقي دايما ان الحدث الخارق يكون بلا سبب بدل من كائن علوي خارق للطبيعة مسبب له؟ في طريقتين للإجابة على التساؤل ده. الأولى هي البساطة, simplicity. الفلاسفة, العلماء والمفكرين كلهم بيتفقوا ان في حالة تساوي كل الظروف لابد من تفضيل التفسير الأكثر بساطة للأمور, أو بصورة أخرى اللجوء لمبدأ شفرة أوكام, أوكامز رايزر. وبالتالي بمجرد قبولنا لفكرة ان التفسيرات البسيطة أكثر عقلانية من التفسيرات المعقدة, إذن بتصبح الفرضية الرابعة صحيحة, لأن افتراض وجود كائن علوي خارج عن الطبيعة لتفسير المعجزة أمر معقد هيكون حوله العديد من التساؤلات. الطريقة التانية للدفاع عن الفرضية الرابعة عن طريق الجدال إن اللجوء لتفسير الظاهرة بدون سبب هو امتداد طبيعي للطريقة اللي بنفسر بيها أحداث طبيعية أخرى. مثلا في تفسير الضبط الدقيق للكون Cosmic Fine Tuning باستخدام نظريات زي تعدد العوالم Multiverse, تفسير فريد وغير عادي. لاحظ إن الدفاعين عن الفرضية الرابعة بيعتمدوا على فكرة إن قبولنا لعدم وجود تفسير بدل من تفسير كائن خارج عن الطبيعة في ظروف معينة, وهي حالة تساوي كل الظروف. بعض المعترضين قد يلجأ للتشكيك إن كل الظروف لن تكون متساوية في حالة لا سبب وحالة الكائن العلوي, وهتكون هناك ظروف غير مباشرة ترجح تفسير الكائن العلوي كسبب للظاهرة. يعني مثلا لو أخذنا مثال موسى وقومه وشق البحر, يبدو أن من الجائز أن تفسير الحدث عن طريق قوى خارجة عن الطبيعة أفضل من تفسيره على أن الظاهرة حدثت بدون سبب, في حين أن من الصحيح أن تفسير الكائن العلوي أكثر تعقيدا, إلا أنه أكثر معقولية من وجهة نظر المعترضين. مثلا في الحالة دي الاعتقاد أن الحدث مسبب بقوة إلهية عليا لإنقاذ موسى وقومه أفضل من التفسير الآخر, وهو أن الحدث مجرد صدفة بحت حدثت بدون أي سبب, في حين أن ده قد يكون فعلا التفسير الحقيقي, إلا أننا مبررين في الاعتقاد في صحة التفسير الأول لأنه يبدو أكثر عقلانية. لكن المشكلة في الاعتراض ده أنه بيعتمد على الصورة اللي بيميل بيها العقل البشري لرؤية الواقع وتفسيره بأن كل شيء له سبب, وبالتالي فكرة أن الحدث كان صدفة هتكون أقل قابلية للتصديق بالنسبة لنا. لكنها ما زالت الأبسط, وبالتالي في حالة تساوي كل الظروف ما زالت الأصح.